عليكم ورحمة الله وبركاته، عناوين مثيرة مساء اليوم. موقع عالمي يكشف مهاجم الأهلي الجديد في مفاجأة من العيار الثقيل. تعديلات نارية في قائمة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، وترتيب جدول الدوري المصري وترتيب الأهلي والاتحاد قبل المواجهة المرتقبة، واختيار حكام أجانب يفصل اتحاد الكرة، وحلم طولان يهاجم حسام حسن وجهازه الفني. في البداية ما ننساش نعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة. فجرت إحدى المواقع العالمية مفاجأة كبرى بخصوص مهاجم النادي الأهلي المنتظر في ظل مطالبة الجهاز الفني للنادي الأهلي عن مهاجم جديد للفريق بداية من الموسم المقبل. وبحسب ما ذكر موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، بأن مهاجم الفيحاء السعودي اللاعب الزامبي فاشون ساكالا مرشح للانضمام للنادي الأهلي. كما أشار الموقع إلى أن نسبة انتقال اللاعب للقلعة الحمراء 42%، ورفضت لجنة التخطيط طلب كولر بالتعاقد مع البوركيني محمد كوناتيه بسبب الراتب الذي سيطلبه اللاعب كونه سيتعاقد معه النادي بدون عقد بعد انتهاء تعاقده مع النادي الروسي. عاد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نحو التشاور في بعض النقاط الفنية في تشكيل الفريق، حيث هناك تفكير من جانب الجهاز الفني في منح مروان عطية راحة سواء خلال اللقاء الاتحاد السكندري أو الداخلية لتجنب تعرضه للإجهاد في ظل مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة الماضية سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر. وعاد الجهاز الفني للتفكير في خطوة عودة أليو ديانج مرة أخرى للتواجد على حساب مروان عطية من أجل ضمان دخول الزمالك لقاء الزمالك بالقوة الضاربة وبدون إصابات داخل صفوف الفريق. ويعتبر مروان عطية من العناصر اللي بيعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بشكل أساسي خلال الفترة الماضية، كما أبلى مروان عطية بلاء حسنا مع منتخب مصر وخاصة في تصفيات كأس العالم أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو. وقبل مواجهة الاتحاد السكندري والنادي الأهلي في الجولة 26 من الدوري المصري، فالأهلي لعب 16 مباراة، له من النقاط 36 نقطة في المركز الرابع، الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد 25 مباراة، نفس رصيد النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي لعب 16 مباراة، الاتحاد السكندري لعب 25 مباراة. في حالة فوز الأهلي إن شاء الله على الاتحاد السكندري يصعد من المركز الرابع إلى المركز الثاني مباشرة بعد بيراميدز الذي يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة بعد 23 مباراة. الأهلي لكي يتصدر جدول الدوري لابد من الفوز في كل مبارياته حتى يتصدر ترتيب الجدول بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز. فالوصافة والمتصدر يشتعلان حول الدور المصري اليوم أو هذا العام، فالدور المصري يشتعل بين بيراميدز والنادي الأهلي. وأما بالنسبة للحكام الأجانب، أكد مسؤول اتحاد الكرة أن هناك بعض الأندية طلبت الاستعانة بحكام أجانب مثل النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز. وشهدت الساعات الأخيرة تصريحات من قبل مسؤولي بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب في المباريات المقبلة، حيث يترقب الجميع مباراة الأهلي والزمالك أو الأهلي وبيراميدز المقرر لها مباراة الأهلي والزمالك 25 من يونيو الجاري في بطولة الدوري بحكام أجانب، ولم يستعن الأهلي أو لم يطلب الأهلي أو الزمالك حتى الآن حكام أجانب. الأهلي عنده مباريات خلال شهر يونيو، أربع مباريات متبقية، بداية من الاتحاد السكندري يوم الثلاث 18 يونيو إن شاء الله، الداخلية يوم الجمعة 21 يونيو، الزمالك يوم 25 يونيو، الفاركو أيضا يوم الجمعة 28 يونيو.
نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي. أما الزمالك فله 4 مباريات خلال هذا الشهر، أمامه المصري إن شاء الله غدا الاثنين 17 يونيو، ثم فاركو يوم الجمعة 21 يونيو، ثم الأهلي يوم 25 يونيو، والزمالك وسيراميكا يوم السبت 29 يونيو. كل المباريات سواء للأهلي أو الزمالك الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية. يرى حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك بأن حديث حسام حسن مدرب المنتخب المصري بأن ما قام به من إنجاز أمر غريب، حيث قال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية: أي إنجاز؟ أفوز على بوركينا فاسو 2-1 وتعادل مع غينيا بيساو 1-1، أي إنجاز هذا؟ إنجاز إيه؟ اللي بينتقد هو حر مش منتخب المدرب، احنا حريصين على منتخب مصر ويهمنا منتخب مصر أكثر من أي حد. كما أضاف حلمي طولان مهاجما حسام حسن: يا ما هو اتكلم عن ناس ويا ما قطع في ناس وحارب ناس في أنديتها عشان يمسك بدالهم، يا ما أنا غير معترف بوجود الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، إحنا في أمس الحاجة لمدير فني عالمي زي كارلوس كيروش يتولى مسؤولية المنتخب المصري. حسام حسن لم يحقق مع منتخب مصر أي إنجاز، الإنجاز حققه كارلوس كيروش قبل ذلك مع منتخب مصر، أما حسام حسن لا يصلح أن يكون مديرا فنيا لمنتخب مصر، لا هو ولا إبراهيم حسن. كما هاجم حلمي طولان أيضا حسام حسن وتصريحاته النارية التي قام بالإدلاء بها في البداية، حيث صرح حسام حسن بأنه لا يوجد لاعب في مصر يستحق الوصول أو يستحق الانضمام لمنتخب مصر، وهذا ما أغضب كثير من اللاعبين في جميع الأندية. ثم أيضا صرح بتصريحات نارية كثيرة، تصريحات ضد النادي الأهلي وضد اللاعبين في مصر، وهذا ما أغضب النادي الأهلي وأغضب اللاعبين على هذه الأمور. كما أن حلمي طولان لم يعترف لا بحديث حسام حسن مدير المنتخب ولا به شخصا لإدارة منتخب مصر، ولم يعترف بأي إنجاز لحسام حسن حققه مع منتخب مصر، لأنه حيث قال حلمي طولان: أفوز على بوركينا فاسو وتعادل مع غينيا يبقى ده إنجاز، هذا ليس إنجاز على الإطلاق، هذه الفرق كانت بتأخذ من مصر 5-0 و6-0 قبل ذلك، مش هروح أتعادل مع غينيا بيساو في بيساو علشان خاطر يبقى إنجاز، هذا ليس إنجاز على الإطلاق. في النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.